بهالليل رح يشرق نور، نور يسوع اللي ما في ظلام بوجوده. النور هو الأساس بحياة البشرية، وبغياب النور بينوجد الظلام. وحتى بحياتنا نحن المسيحية لا يدركنا الظلام، نعمل مناسبات روحية متعددة حتى عطول نور قلوبنا، نور يسوع في قلبنا يضل عم يشرق ويتغذى نور ورا نور والإشراق الدايم. منشان هيك نحن الليلة تجمعنا يمكن بمسعى أشخاص كتير، ولكن هالمسعى اللي إجا من هالأشخاص هو بهدي الروح القدس. منشان هيك جوقة بالنسبة لألي غريبة، ولكن بالنسبة للنور اللي فيي والنور اللي فيهم كأن أحباب وأصدقاء من زمن بعيد. من الجوقة بروح للعازف اللي اشتغلنا ليل نهار بيني وبين عيسى على الواتس أب حتى نوجد عازف على اللحن الشرقي، والتقينا بالعازف بجهد يمكن شخصي بس بوحي من الروح القدس. وهونيك من بلاد هي بلادي اجت مرة على الأردن حتى تزور رعايا الأردن، والتقيت فيها بالسمع وبالصورة حتى السمع والصورة صار واقع. التقيت برانيا، رانيا اللي عبت إيمان من العيلة، رانيا اللي اشتغلت بالكنيسة وهي عنصر من عناصر الكنيسة اللي ما قالت إذا كنت كاهن أو لا ما بشتغل. شافت كهنوتا بالموهبة اللي حط الله فيها، وعم بتساعد الكنيسة وعم بتعيش ككنيسة من خلال مش بس النغمة، من خلال حياتها الداخلية اللي عم بتحس إنه دايماً تكون بالخفاء شمعة بتنور نور المسيح. مع الجوقة والعازف ورانيا رح نقضي أوقات روحية، رح تحسوا اللي حسيته إنه مش بس اشتغلوا على التجويد تبعول الكلمة واللحن، ولكن اشتغلوا على الروح الباطنية اللي في داخلهم. أهلا وسهلا فيكم من الأردن جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من العراق جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من لبنان جيتوا. هالكنيسة وكل كنايس الأردن منا محصورة لشعب معين، هي لكل الشعوب بالشرق الأوسط، حتى المسيحية يضلوا بالشرق، ومش بس المسيحية يضلوا بالشرق، كل روح طيبة ضل بالشرق. أهلا وسهلا فيك رانيا، ولو أخذت شوي أكثر. يعني بدي أهل بالآباء وأقول لكل الأحباب من كل المراكز والأقطار أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، المجد لله. بشكر ربنا وبشكر مار شربل والعذراء وكل القديسين، بشكر سيدنا وكل الآباء وكل الحضور، بشكر منتصر والجوقة والأورغانيست
بشكر كل إنسان إجا تيصلي معنا. نحن مش جايين نعمل استعراض، نحن خاطيين وضعاف ومنغلط أوقات، بس نحن منحبكم، جايين تنقول لالله إنه نحن منحبك، نحن منحبك يا عذراء، وما فينا بلاكي، ما منقدر نكون ليسوع من دونك، ونحن بدنا مارشاربل كمان يكون معنا، وبدنا كل القديسين هلأ ببركة الآباء وبصلاتكم نرفع هالصلوات لربنا على إيدين مريم ومارشاربل، على نوايانا كلنا، على ناية كل المسيحيين بالشرق خاصة. ونحن ما منخاف، هيدي أرض القديسين، أرض الشهداء. نحن هلأ بزمن العنصرة، شهر دم يسوع المسيح، هيدي كلها أوقات مباركة. وبتسعوية مارشاربل ما زال الله معنا، مين في علينا؟ الجوقة يلي شايفينا أول مرة بيقولوا تراتيل مارونية شوي، يعني ما بعرف إذا قايلين قبل مارونية شرقية. أنا بهنيهم وبشكرهم لأنه بظرف يومين حضروا هالبرنامج، أكيد بفضل تعب منتصر نعمة ربنا. بس وشو تضوي بقلبك بيوت، وإن خطافك يروي أشعار السكوت. محبسي وشو تضوي بقلبك بيوت، وإن خطافك يروي أشعار السكوت.
شو حملت كتابك مخدت الحطب وتبوس ركابك طبق القصب يا شرب السعي وطننا الحبيت عتمت السعادة وسراج الزيت ردوا للعطالك رجعوا الأمان انت اللي انعطالك مجد زهرت عجفونك حبيت البخور قداسك الحقلي مذبحك البيت بحنية السبلي ركعت وصليت يا شرب لسعدنا يا شرب شرب لحمينا فينا يا شرب لسعدنا يا شرب لسعدنا يا شرب لحمينا حمينا طيب
القديسة تيريزيا الطفل يسوع شفيعتي، شفيعتنا كلنا. Yeah.
هيدي كانت بنعمة الله من ألحاني، أكيد سانت تيريز ساعدتني فيها. والرياح فسكنت
سيدنا شفت الام كيف بتلم؟ مين اللي لممنا هلا؟ اكيد ببركتكم وبركه ربنا وامنا مريم العذراء هي اللي لمتنا. في احلى منا هيك؟ مجموعين من كل الكنايس من كل البلدان، ما في فرق، كلنا مسيحيين وعم نعيش المحبه هيك، الله بيتمجد فينا. هلا القسم الثاني هو تراتيل من الطقس السرياني الماروني، وانا بقول عن نفسي مارونيه كاثوليك ارثوذكس. كلنا واحد. والتراتيل يلي رح نقولها هن حوار. بتعرفوا مار شربيل شو كان عنده؟ ما كان عاجق حاله كتير، كان عنده الإربان المقدس، يقعد ينسى حاله راكع 5 ساعات، آخر شيء بأمر الطاعة يقوم. عنده الإربان المقدس بدرجة أولى القديس، وردية مريم العذراء. والكتاب المقدس، وعايش دعوته الرهبانية وصلاته وصمته، ليك وين وصل على الأردن وعلى كل العالم وبقلوب الناس. فنحن إن شاء الله هيك نتعلم منه، ندفع صغيرة لمار شربيل ونحب الإربان، نحب يسوع، نجي على الكنيسة حاجة تعذبوا الإخوارنا. إن شاء الله الكنائس تنتلي كل أحد وكل يوم. شو في عندكم؟ شوف نهار نص الجمعة عم روح قدس هون كذا كنيسة، بلاقي هالراهبات وشي شخص اثنين ثلاثة أو يوم. انتو شو عندكم؟ أكيد الكل عندهم شغل بعرف، بس 24 ساعة بدك تشتغل وتاكل واتنام. وبعدين يلي بيقدر يجي قدس يجي يقدس، هيدا أكتر ربح. وهيك تقدسوا القديسين، ما حدا تقدس إلا بالإربان. ومن بعد هيك صلوا الوردية ببيوتكم، ما بدها شيء، انتوا رايحين على الطريق فيكم تصلوها. صلوا 3 مسابح أو 4، مش وحدة، ما تكونوا بخلة. العذراء بتقول 3 وردية. عدد المزامير كم مزمور فيه؟ 150. 150 حبة. ويلي بيقول أنه مش بحاجة لصلاة ما يصلي، بس كلنا بحاجة لصلاة، خاصة هون بالشرق. منصلي لإلنا ولغيرنا، وما بقى تتركوا الشرق، ما بقى تتركوا هون. هون إجا المسيح، هون ظهر الثالوث الأقدس عندكم بالأردن بالعراق وبلبنان وبسوريا. وإذا حدا مات شهيد نيالو بيطلع ديريكت على السماء، بيكون نيالو. هيدا كان مار أنطونيوس، ما بعرف إذا مزبوط، مار أنطونيوس كان يوقف قلتا حدا يجي يقتله تينال إكليل الشهادة، ما زبطت معه، ما طلع له إكليل الشهادة. فنياله اللي بيموت شهيد، من شو خيفانين؟ المسيحي شاهد للإيمان وينتظر الاستشهاد. نحنا ما منخاف من حدا، نحنا معمدين الثالوث الأقدس بقلبنا ومريم العذراء بقلبنا، ومعنا جميع القديسين، وعنا الكنيسة والأباء الأساقفة والكهنة. طبعا عند الكهنة خذوا بركتهم وصلوا، ما في شيء بيقيمنا إلا الصلاة، ما في شيء بيزبط وضعنا كله، الحروب وكله إلا الصلاة. ونحن هلأ عم نصلي، مش رح طول أحسن ما تطلع وعظة هلأ. هلأ حوار حب بين مار شربيل وأمه العذراء. Oh,
شلوم ليخ طيبو تدهبو دعبد موشي مريم طولتو قادشتو شلوم ليخ معينو تبرخوتو دردو من خمايو دملن حدوتو هاليلويا صلوتخ عمان هيا Thank you.
شريكة أنت بالفداء، شفيعة لنا نرتل هالترتيلة، نقول أنه مريم شريكة بالفداء وشفيعة لنا وسيطة كل النعم، تتعلنوا أنتوا بالكنيسة هودي العقائد المريمية. نحن رح نضل نقولهم، آخر شي بيزهقوا منا بيقوموا بيعلنون هن المسؤولين. Yeah.
أكيد هالنشيد الحلو والرائع والكلكم بتحبوه يلي نظموا القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس، بس ما بعرف شو هن المدن الخمس، هودي الرهبان هن بيعرفوا. بس كمان هي ما عندها عروس أرضي يعني بالمعنى البشري، بس نعرف إنه عروسها هو مار يوسف وهي عروسة الروح القدس. حبي وطهرتي
شربل صلي عنا الأرض اللي حبيت تحت زرعة وساويت ومن دم قلبك رويت ترابات عم تتغنى يا شربل صلي عنا إنسان كامل حيرت الدنيا كلها عن أرضك لا تتخلى يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا لبنان هالأرز الخضرة عنده شربل والعذرة يا شربل منك نظرة لبنان وطمنا يا شربل صلي عنا من دير عنا يا المشهور شربل ضو أسراج النور والبيع بكل المعمور بتصلي وبتتمنى يا شربل صلي مش صلي عنا صلي معنا يا مار شربي يا ابن لو Oh.
مجد لله.